عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسمين القويطعي، خالد القويطعي، عبير القويطعي. اليوم قررنا أن نستغل وقتنا ونسوي نشاط مفيد، لأنه مثل ما تعرفوا نجلس في البيت وفي حجم منزلي، فنستغل وقتنا في الأشياء المفيدة. فعندي هذا الشيء، حد عنده فكرة وش هذا الشيء؟ هذا قواعد كراسي بلاستيكية. مثل ما تعرفوا البلاستيك يعني مضر للبيئة، فنحن قررنا انه نسوي له اعادة استخدام عشان نحافظ على بيئتنا وكذا. فاكثر الاشياء اللي شفناها مناسبة انه نزرع في هذا القالب يعني او العلبة، نزرع فيه بعض البذور ونستفيد منها. مرحبا، هذا احد انواع 5 انواع اللي قررنا نزرعهن في هذا الشتلة. اول شيء احد انواع البقوليات، حبوب الحبة الحمراء، حبوب العدس الاحمر، حبوب الحلبة، وحبوب القلقلة. مرحبا، اتذكروا دائما ان العمل جماعي ممتع.